بسم الله، عندنا برنامج النهاردة اسمه Open Mint. ده برنامج متخصص في الـ Facility Management. وبيشتغل على الجهاز أو ممكن تشتغل أونلاين. تبدأ تدخل المعلومات بتاعتك وتنظمها لمبنى بحيث أي معلومة تعوزها في أي وقت تقدر تحصل عليها بكل سهولة. طيب خلينا نشوف الموقع. بتقدر تحصل على نسخة اونلاين ديمو، تكتب المعلومات بتاعتك وهو يبعت لك على الايميل بتاعك. تمام، بعد كده بتقول له لوج ان. بعد كده بتقول له بقى جروب، وليكن مثلا انرجي مانجر، وركرز 1. البرنامج اوبن سورس، بس هو مش مجاني، يعني بتدفع مبلغ، بس بقى مبلغ بسيط. فبيبدأ يظهر لي بالشكل دوت. دي الحاجات الخاصة بالسبيس. تقدر في كل واحدة فيهم تدخل المعلومات اللي انت عايزها، كارد، ديتيل، نوتس، رياليشنز، هيستوري، الايميلات، لو حصل حاجة اتصل بمين. برضو عندي الفاسيلتي مينتيننس، بيزك اركايف، مينتيننس مانيوال. كل واحدة منهم بتلاقي المعلومات اللي انت عايزها موجودة هنا اهيت. لو انت عايز حاجة خاصة مثلا بالديتيلز، بالنوتس، بالرياليشنز، وتقدر تكتب زي ما انت عايز، بحيث مثلا لو حصل مشكلة في أي حاجة تقدر تتواصل مع مين، وتقدر تبقى فيه أرشيف للشغل اللي حصل قبل كده.